أن دخل المجرم يحيى الرسي إلى اليمن، اشتعلت فيها الحروب الطائفية، وما تزال نار هذه الحروب مشتعلة إلى اليوم. إن السلاليون لا يعيشون إلا في ظل الصراعات الطائفية. الأوضاع هادئة يا إمامنا، ولا يوجد ما يندر بالخطر. أنا لا أريد أن تكون الأوضاع هادئة، أشعر النيران في كل مكان. إذا هدأت أوضاع الشعب فلن نستطيع أن نحكم، فالشعب سيطالبنا بالنهضة والتطور والبناء والعديد من المطالب التي لا يمكن أن نحققها لهم. ما الذي يجب علينا أن نفعله يا إمامنا؟ افتعلوا المشاكل في كل محافظة وفي كل مدينة وفي كل قرية وفي كل عزلة، أشعلوا نار الحرب هنا وهناك، لا تدعوا اليمنيين يهدوا حتى يوما واحدا. هكذا كانت سياسة أسرة حميد الدين عندما كانت تحكم اليمن، وهكذا كانت سياسة السلاليين وأجدادهم، وقد توارثوا أفكارهم الشيطانية الخبيثة جيلا بعد جيل، وها هم أحفادهم الحوثيون يسيرون على ذلك المنهج الخبيث. ماذا صنعتم؟ بشروني. لقد نجح الانقلاب نجاحا عظيما بعد أن أشعلنا فتيل الحرب بين القبائل والأحزاب والقوى السياسية. لقد عاد الأمر إلينا بعد أن سلبته منا ثورة سبتمبر المشؤومة. والآن يا سيدي، ماذا نفعل لكي يظل الحكم لنا؟ استمر في صناعة الأزمات وافتعال المشاكل بين ما يسمونه القوى الجمهورية. ازرعوا عبوات ناسفة في بعض المؤسسات العسكرية وفي بعض المساجد التابعة لنا. لا بأس أن نضحي ببعض أنصارنا لكي نجد سببا في تحشيد الناس بحجة القضاء على الدواعش الإرهابيين. هيا يا أنصار الله. قال قائلهم قديما: فلأضربن قبيلة بقبيلة ولأملأن بيوتهن نياحا. يعتمد السلاليون منذ القدم على سياسة فرق تسد، فيحرضون قبيلة على أخرى ويضربون هؤلاء بهؤلاء، لأن عدوهم هو الشعب اليمني بأكمله. يا مولانا، هناك قبائل تتمرد علينا، فماذا نفعل؟ استميلوا القبائل التي لم تتمرد واضربوا بها القبائل التي تمردت، واختاروا من الأسر القوية وقولوا لهم أنهم من آل البيت، وضموهم إلى شجرتنا المباركة ليكونوا داعمين لنا بالمال والرجال. حرب القبيلة على القبيلة لكي نظل نحن السادة. أمرك يا مولانا. السلاليون ضعفاء، ولهذا يحشدون أبناء القبائل ليقاتلوا معهم، وهم قليلون جدا، ولهذا يتشجعون بالقبائل. ولولا جهل الناس ما حكم السلاليون يوما واحدا. يا سيدي، هناك قبائل لم تخضع لنا، فماذا نفعل؟ فرقوا بين أبناء القبيلة الواحدة واستميلوا إلى بعض الشخصيات وامنحوهم القوة ليضربوا بها الشخصيات التي رفضت الخضوع، واستميلوا قبيلة حتى إذا كانت معنا وهاجموا وقاتلوا بها القبيلة المتمردة. وهناك محافظات وقفت ضدنا ولم نستطع إخضاعها. احشدوا الجهلة من أبناء المحافظات وقاتلوا بهم المحافظات التي لم نسيطر عليها. اقنعوا الناس أننا نجاهد في سبيل الله، واقنعوهم أننا نفعل هذا من أجلهم. وأعظم خدعة خدع بها السلاليون الناس هي فكرة الحق الإلهي المزعوم، إنها أخبث فكرة أوحى بها الشيطان إليهم، وما يزالون يروجونها للناس حتى يقنعونهم بأنها فكرة حقيقية. يا مولانا، هذا المارق يحرض الناس عليكم. ماذا يقول؟ يقول أنه لا يوجد شيء اسمه الحق الإلهي. ماذا تقول يا خبيث؟ هل تنكر الحق الإلهي وهو حق لنا من الله؟ كذبت أيها الدجال، فإن الله قد جعل الحكم شورى بين المسلمين، فقد قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. الولاية حق لنا، فالحكم لنا، والكرسي لنا، والبلاد كلها لنا. أنتم تفترون على الله الكذب، فالدين واضح وكتاب الله واضح وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام واضحة، فمن أين جئتم بخرافة الولاية الملعونة؟ اقتلوا واصلبوه ليكون عبرة لغيره. لن يصدقك الشعب اليمني يوما أيها الدجال، وذات يوم سيقتلع عرشك من جذوره. هكذا يفترون على الله الكذب منذ زمن بعيد،
يزعمون أن الوحي لهم ويزعمون أنهم أسباط النبي، والله تعالى يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. لقد خاطب أبو الأحرار الزبيري أحمد حميد الدين فقال: أيها الظالم الذي يتباهى، إنه ابن للوحي أو سبط طه، تشهد الناس يركعون حواليك دهورا ويخفضون الجباه، أن تكن أنت مؤمن بإله فلماذا تكون أنت الإله؟ يا سيدي، إن هذا يكتب منشوراتهم ضدنا. ماذا يقول هذا الزنديق؟ الزنديق هو الذي يدعي السيادة على هذا الشعب العظيم ويفتري على الله الكذب. لا جدال بيننا، أخرجوه من هنا واقتلوه، واقتلوا واسجنوا وعذبوا كل من ينكر الولاية علينا. لن يستقر لكم الحكم في اليمن، وسيثور الشعب ذات يوم، وستذهبون أنتم وخرافة الولاية إلى مزبلة التاريخ. وكما اعتمد السلاليون قبل ثورة 26 من سبتمبر على تشويه سمعة المفكرين الأحرار، فإن أحفادهم اليوم يسيرون على ذلك المنهج الخبيث، فيشوهون سمعة الأحرار ويتهمون الأوفياء للوطن بالخيانة، وهم الخونة لا سواهم. يا مولانا، هناك بوادر ثورة ضدكم يقودها مجموعة من الشعراء والأدباء. الشعراء والأدباء؟ الخوف من هؤلاء أشيع بين الناس أن هؤلاء كفرة فجرة وأنهم عملاء للغرب. وسمعنا أنهم كتبوا دستورا وأنهم سيقدمونه إليكم ليكون مرجعا للحكم. سوف أسميهم الدستوريون وأقول للناس بأن هذا الدستور مخالف للقرآن. هم يقولون إن الدستور مستنبط من القرآن، ولكننا أيها الغبي سوف نقول لهم بأن هذا الدستور مخالف للقرآن لنجعل العامة يقفون ضدهم. هكذا كان أسلوب الكاهن أحمد حميد الدين، اتهم الثوار الأحرار بالكفر والفجور، وهدد الشعراء والأدباء بالقتل، بل أنه قتل الكثيرين منهم بعدما قال: يشهد الله بأنني سألقاه يوم القيامة ويدي مضرجة بدماء الأدباء والشعراء. وكان أحمد حميد الدين عميلا لإسرائيل وبريطانيا وإيطاليا، وكان يتهم الثوار أنهم العملاء لتلك الدول، بل أنه حين مرض أخذ عائلته وسافر إلى إيطاليا وظل هناك شهورا. وفي هذا قال الزبيري: ينسب الناس للفرنجي كما قد تنسب السم للحمامة حية، أين كانت نساؤه وبنوه ومصابيح الأسرة اليحيوية؟ أين ألقى بروحه يوم دبت في شرايينه سموم المنية؟ كاد يلقى الإله وهو طريح بين إفرنجي وفرنجية. يا سيدي، هذا عميل لليهود والنصارى، وماذا فعل هذا العميل الخائن؟ كتب منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي يطالب فيه بالمرتبات. إن من يطالب بالمرتبات فهو عميل لليهود والنصارى وجزاؤه القتل. هل صارت المطالبة بالحقوق عمالة وخيانة؟ نعم أيها العميل الخائن. العميل الخائن هو من باع وطنه من أجل مصالحه الشخصية. أنتم العملاء الخونة. نحن رفعنا شعار الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، إنه أكذب شعار عرفه التاريخ. والحقيقة أنكم عملاء لهم وتتهموننا أننا عملاء، فيا لوقاحتكم. احكموا عليه بالإعدام فهو خائن وعميل. أنتم العملاء الخونة وسوف تلقون جزاءكم قريبا بإذن الله. ومن أساليب السلاليين التهديد والوعيد، ظنا منهم أن هذا سيرهبهم. وقد كان أحمد حميد الدين يتوعد الأحرار في كل خطاباته، وبعد رجوعه من روما ألقى خطابا في الحديدة، وكان مما قال فيه: سوف أقطع الرؤوس والأيدي والأرجل وهذا الفرس وهذا الميدان. ولكنه حين وجه العلفي واللقية والهندوانة مسدساتهم إليه وأطلقوا عليه الرصاص، سقط وتظاهر بالموت مثل الثعلب الماكر. وها هم أحفادهم الحوثيون يريدون أن يرهبوا الناس، فقد أعدموا الكثير من الأبرياء وما يزالون يصدرون الأحكام بالإعدام. أصدروا الأحكام بالإعدام لكي تملأوا قلوب الناس بالخوف فلا يجرؤون على التفكير بالثورة علينا.
هذا هو لسان حالهم قديما وحديثا، ولكن هيهات لهم أن يرعبوا الشعب اليمني الجبار. إذا قالوا العزيمة قلت فينا، فإنا قد خلقنا من حديد، وإن قالوا الصمود فنحن أولى به، إنا جبال من صمود. وصفنا في حديث الله عنا بأن القوم ذو البأس الشديد، ونحن جبابر الدنيا سحقنا قديما كل جبار عنيد. وكيف يطيب للأحرار عيش إذا أوطانهم رهن القيود، ومن عاش الحياة بلا نضال إذا لا كان في هذا الوجود. ويحاول السلاليون إرهاب الشعب بالسجون، فقبل ثورة 26 من سبتمبر كانت السجون مليئة بالأبرياء. يا مولانا، الناس رافضون لحكمكم ونخاف أن يثوروا عليكم. زجوا بهم في السجون المظلمة، ضعوا القيود على أيديهم وأرجلهم، امنعوا عنهم الطعام والشراب، عذبوهم. هكذا كان يتعامل السلاليون مع الأحرار، ولكن الأحرار لم يخافوا، وكان لسان حالهم هو قول الزبيري: إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهاما من السجان تنتقم. شعب تفلت من أغلال قاهره حرا، فأجفل عنه الظلم والظلم، نبى عن السجن ثم ارتد يهدمه كي لا تكبل فيه بعده قدم. يا سيدي، الناس بدأوا يتكلمون أنهم غير راضين بأنصار الله، الوضع غير مستقر لنا. اسجنوا كل من يتكلم وعذبوهم بكل وسائل التعذيب، بل اسجنوا الذين ليسوا معنا حتى وإن كانوا صامتين. ما حدث في الماضي يحدث اليوم، والفرق هو في أساليب التعذيب التي صارت اليوم أكثر تطورا وإيلاما. ولكن حال السجين الحر اليوم هو هذا: سأظل رغم السجن والسجان متأججا كتأجج البركان، لن تطفئ القضبان يوما ثورتي جبل أنا يا حفنة الفئران، إني سأخرج غير أني عائد لأهد سجنكم من الأركان، لأهد سجنكم من الأركان. وأهم أسلوب عند السلاليين هو تجويع الناس لكي ينتقموا من الشعب اليمني الذين يرون أنه عدوهم، ولكي لا يجدوا الناس ما يأكلونه فيظلون تابعين لهم. يا مولانا، هناك من يموت جوعا والناس لا يجدون الطعام، فماذا نقول لهم؟ قولوا لهم كما قال أبي يحيى حميد الدين: من مات فهو شهيد، ومن عاش فهو عتيق، يجب أن يظلوا جياعا ليظلوا تابعين لنا. نريد أن يكون الشعب كله عقفة تابعين لنا، ونظل نحن أسيادهم. تلك كانت سياستهم، وها هم أحفادهم يسيرون عليها، وكل ما فعله السابقون يفعله اللاحقون. كيف نستمر في شعال الحروب ونحن قلة يا سيدي القائد؟ اقطعوا المرتبات لكي يظل أصحابها محتاجين إلينا، ولن نعطيهم شيئا حتى يقاتلوا معنا، وكل ما سنعطيهم هو الفتاة من حقوقهم. لقد انتظرنا طويلا حتى ننتقم من الشعب الذي فرح بالجمهورية اللعينة. ومن الوسائل التي يستخدمها السلاليون هدم المنازل انتقاما من الأحرار، لكي لا يبقى لهم ولعوائلهم سكن يؤون إليه، لكي يملأوا قلوب الناس رعبا فلا يجرؤوا على الثورة ضدهم. وكان يحيى حميد الدين يأمر بهدم بيوت الأحرار، ومن البيوت التي هدمها بيت الثائر البطل الشهيد زيد الموشكي. وقد قال ذلك البطل مخاطبا يحيى حميد الدين: لله درك فارسا مقوارا، طعن السقوف ونازل الأحجار، لم يبق في كفيك إلا معول تؤذي به طفلا وتهدم دارا، سنيت في الشعب الخراب فلن ترى من بعد إلا ثورة وغبارا. كان هدم البيوت بأدوات بدائية، أما الآن فالسلاليون يستخدمون المتفجرات، فهي أسرع وأسهل وأكثر إرهابا وتدميرا، فلا يتبقى منها شيء صالح للاستخدام. ومن الوسائل القذرة التباكي على هذا الشعب، فيتحججون بالعدوان الخارجي، ولا يوجد للشعب عدو غيرهم. وقد عبر الزبيري في هذه المرحلة أيضا، يقول: يفضح دجال الأمس ودجال اليوم،
يتباكى على الضحايا كما يبكي كبار الأبطال في المسرحية، يتباكى تسولا باسم شعب أرضه بالكنوز ملآ غنية، يجمع المال للجياع فلا يشبع إلا الخزائن المصرفية. ومن وسائل الإماميين الخبيثة هي هذه: انشروا بين الناس أننا أهل الحكم، وانشروا أفكارنا في الكتب والأناشيد في الأعراس وفي جميع المناسبات، اشتغلوا القنوات والإذاعات والصحف والمجلات وجميع وسائل التواصل الاجتماعي، لا تسمحوا للناس أن يسمعوا أصواتا غير أصواتنا. إنه الإعلام، هذا السلاح الخطير، إنه سلاح ذو حدين، إنه يبني ويهدم، يبني حين يكون للخير ويهدم حين يكون للشر. احذروا من إعلام السلاليين، وحصنوا أبناءكم من خطره، ولقحوا عقول أبنائكم بالأفكار الجمهورية ليكونوا محصنين ضد الأفكار السلالية السامة. ومن الأفكار السامة فكرة تقسيم المجتمع اليمني إلى طبقات. السلاليون يضعون أنفسهم فوق الناس جميعا، ويضعون القبائل في طبقة أدنى، ويضعون أصحاب المهن في أدنى الطبقات. وللأسف صدقهم الكثيرون. الناس عند الله سواسية، ولا فرق عند الله إلا بالتقوى، ألا وهي الاستقامة. والشعب اليمني كله سواء في القانون، ومن أراد أن يتسيد على الشعب اليمني فليخرج من أرضه. وأما أصحاب المهم فهم بنات الوطن، ويجب أن تكون لهم مكانة عظيمة في المجتمع. وأما الأفكار السلالية فسوف يدوس الشعب اليمني عليها. هذه هي بعض أساليبهم، وهي كثيرة جدا. هذا منهج السلاليون منذ القدم، وما يزالون يسيرون على هذا المنهج كلما تمكنوا. لن تستقر اليمن إلا بالقضاء على الانقلاب السلالي المشؤوم، ولن ننتصر إلا إذا توحدت القوى الجمهورية كلها تحت راية الجمهورية اليمنية العظيمة. منها. إلى أين يا جدي؟ هل ستعود إلى قبرك مرة أخرى؟ وماذا أفعل؟ لن نسمح للقوى الجمهورية أن تتوحد، فتوحدها معناه نهايتنا. متى يا نار حرب تطفئين؟ سؤال حار فيه السائلون. مصيبتنا أليس لها انتهاء؟ فقد طالت مصيبتنا قرونا. سلاليون باسم الدين جاءوا، وهم لم يعرفوا في الأرض دينا. بلاد كانت الخضراء أرضا، وفيها احتار وصف الواصفين. بنار الحقد هم قد أحرقوها، وشر النار نار الحاقدين. وسموها السعيدة غير أن بهم من بعد ما جاءوا شقينا. سنشرق رغم ظلمتهم بفجرين، به ينزاح ليل الظالمين. خفافيش الظلام هم، ولكن سنأتيهم نجوما ساطعين. فإما أن نكون هنا ليبقى لنا وطنا، وإما أن نكون خيارا واحدا نصرا مبينا، وليس سواه أو نصرا مبينا. يا
إذا قالوا العزيمة قلت فينا، فإنا قد خلقنا من حديد، وإن قالوا الصمود فنحن أولى به، إنا جبال من صمود، به إنا جبال من صمود. وصفنا في حديث لا يعلى، لأن القوم ذو البأس الشديد، ونحن جبابر الدنيا سحقنا قديما كل جبار عنيد، قديما كل جبار عنيد. وكيف يطيب للأحرار عيش إذا أوطانهم رهن القيود، ومن عاش الحياة بلا نضال إذا لا كان في هذا الوجود، لا كان في هذا الوجود. لقد كشفت وجوههم وصاروا عراتا في عيون الناظرين، وقد بدأت نهايتهم وعما قريب يهدم الشعب السجون، قريب وللأقلام ميدان وحرب وفرسان ونحن الغالبون، فإن الفكر نسحقه بفكر به نجتاح جهل الجاهلين، به نجتاح جهل الجاهلين. رجال الحرب نحن كم مضينا لنعتلي نحن الساحقون إذا غزونا، ونحن الماحقون إذا غزينا، إذا ما الموت كشر يوم حرب مضينا نحوه متدافعين، مضينا نحوه